اللي يطلعون مقناص ويصيدون الطيور، إذا كان يصيدون هذه الطيور ويطعمون بها الناس أو يطعمونها للحيوان أو جائز، أما إذا كان يصيدونها ويرمونها هذا عبث، هذا عبث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. فإذا كان يصيد ويأكل لا بأس، يصيد ويبيع لا بأس، يصيد ويهدي لا بأس، يصيد ويطعم الفقراء أو الحيوانات جائز، أما يصيد ويرمي هذا عبث، هذا لا يجوز.